صباح الخير يا عرب. اليوم التاريخ 1/5/1439. ما شاء الله، شوف هذا الذكر، هاي على النافية وما شاء الله تحت تقريبا 5 بيض ما شاء الله، بعد ما عطشتهم وعطنا من خلطة والدي الشرقية. شوف الذكر ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله. اليوم التاريخ 1/5/1439، هذا أول بداية صباح الخير، وهذا الخلطة قدامكم يا شباب. زين ما شاء الله تبارك الله، طبعا طلعها من البياضة، والله طلعها من البياضة علشان يفسدها بعد ما شرب من خلطة ولد الشرقية ما شاء الله. شوف 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 شوفوا يا عرب، شوفوا مع استخدام خلطة ولد الشرقية. أنا شرطي الوحيد إنها تكون الذكر والنافية جاهزة حقة الإنتاج. هذا أول ذكر إن شاء الله، وإن شاء الله بصور لكم هذا الجوز اللي شرناه أمس في تاريخ 29/4/1439. صباح الخير يا عرب، صباح الخير. هذه واحد بس، أنا والله أبي أصور هذا اليوم لأن عطيت أمس من خلطة ولد الشرقية، أبغى أصور هذا أو الكروان اليوم إن شاء الله. الله يوفقني بالتصوير الاثنين بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا كل هايج، هذا هايج وهذاك اللي هناك هذا هايج، وهذا شوفوا اللي توي شريه ما شاء الله. ان شاء الله نصور لكم اليوم بتاريخ 1/5/1439. هلا والله بتاريخ اليوم 1/5/1439 يا شباب. قلت لكم انا هذه شن عيالها ما شاء الله، عيالها حطناهم هنا، وحين ما شاء الله معها بيض، وشوف الذكر طلعها من البياض عشان يفسد فيها ما شاء الله. شوف 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 قاعد ينقط لها على خفيف، وان شاء الله بوريكم البيض داخل البياضة بإذن الله. هذا كله التصوير في تاريخ واحد اللي هو 1/5/1439. ما شاء الله تبارك الله، الله يخلص بس ان شاء الله اوريكم البيض حق هذا الجوز وحق هذا الجوز اللي صورته اليوم الصباح. شوفوا يا شباب شوفوا، والله يطلعها من البياضة يا شباب. شوف ها، بس بوريكم ان هذه الخلطة جدا مفيدة حق الانتاج، تستاهلوا يا المتابعين تستاهلوا. زي ما علمتكم تحت بيض هذا توي شايل عياله ما شاء الله. زين المشكلة خرب جوهم كذا، بس يستاهلوا المتابعين. هذه القرشة قدامكم يا شباب، وهذه الخلطة بوريكم البيض توي شايل عيالهم ذي. شوفوا هاي دخلت البياضة، طلعها من البياضة ما شاء الله. هذه تحتها الآن 4 بيض، وهذا اللي صورته الصباح. شوف كم بيضة تقريبا تحتها 7. شوف ما شاء الله كم بيضة، 1 2 3 4 5 بيض ما شاء الله. هذا اللي صورته الصباح في تاريخ 1/5/1439. وزي ما عرفتكم هذا الذكر عنده ثنتين، هذه هنا شوفوا بياض واحد وهنا بياض، لان هذا جدا حار. باوريكم الثانية بس، شوفوا طلعت الناثية الثانية البيضة ما شاء الله. غير الكناري عندي هنا انتاج. زين وهذه هذه جاهزة قاعدة تصف ما شاء الله. هذه بعد ما اقدر اصور الكناري بسرعة يوخر، وهذه بعد قاعدة تصف هنا ما شاء الله. وهذا هنا تحتهم كروان ذكر، وهنا تحت بيض الكروان، وهذا تونا شارينا ان شاء الله صورة لكم بإذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي ما علمتكم اليوم التاريخ 1/5/1439،
هذا الجوز شلت عيوله حطيتهم هنا، شوفهم تحت صغار، ها شوفهم هناك هذلك الصغار، هناك الصغار.